أعزائي الحضور في مراسم من الذكر الكريم يتلوها على الناس. عظيم، جزاك الله ألف خير. هذا الشباب الذي لطالما أصر وحاول في العديد من المرات أن أوعي الشباب، المجتمع، أسرة الإعلام، السلام عليكم، الاجتماعية، الاقتصادية ومؤسساتية بقيادة بدوره المجلس الأعلى للشباب كهيئة استشارية المجلس الأعلى للشباب يستمر في تمكينه السياسي ورفع وعي الشباب من خلال الندوة الجهوية للفواعل الشبانية لولاية الغرب، بحيث اليوم سنناقش عدة مواضيع حول ما هو دور الشباب الجزائري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لتأكيد القيمة والحق الدستوري لنا كشباب وهو الانتخاب. نساهم أيضا في تحسيس ودعوة الشباب إلى ذهب إلى صناديق الاقتراع بقوة إن شاء الله يوم 7 سبتمبر من أجل الواجب الوطني. نحن اليوم في ولاية وهران نقول للشباب عليك المشاركة في الانتخابات، لا نوجهه ولا نختار له المترشح، برك نقول لهم لابد أن تشاركوا في هذا العرس الانتخابي.